الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من هذه السلسله الطيبه المباركه على صاحبي افضل الصلاه واتم التسليم سيره النبي عليه الصلاه والسلام. ما زلنا نتناول هذه الاحداث الطيبه الماتعه اللي مفترض ان هي نتيجتها ان هي بترسم لك خريطة لحياتك كلها، أخلاق، معاملات، آداب، مش مجرد أحداث إن احنا بنسردها وخلاص. بنقف مع كل كلمة حاول إن احنا نأخذ منها العبرة والعظة والفائدة العقدية الفكرية الأخلاقية السلوكية، بحيث إن احنا فعلا نعرف يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي هي دي التطبيق العملي للدين. هو ده الدين كله لكن بشكل عملي. المرة اللي فاتت بدأنا في مرحلة مختلفة، مرحلة المدينة. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام استقر في المدينة، حاليا كان في بيت، قاعد في بيت أبي أيوب الأنصاري كما تعلمون. في البداية أنه كانش عنده بيت عليه الصلاة والسلام، وبعد كده بدأ في تأسيس الحاجات الأساسية اللي هنتكلم فيها النهاردة، ودي حاجات مهمة جدا. المرة اللي فاتت اتكلمنا بس على بناء المسجد النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام بنى مع الصحابة هذا المسجد الطيب المبارك الذي صارت فيه الصلاة بألف صلاة، وكان هو شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، وكان ينشد يقول هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. كان بيشيل الحجارة عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يقول هذه الحمال لا حمال خيبر، يعني هي ده المكسب، إن الحجارة اللي أنا شايلها دي التراب اللي عليا دوت أحسن من حمال خيبر. وهذا يدلك على خيبر، يعني قد إيه خيبر بالنسبة لهم إيه علامة في الثروة. عشان كده بعد كده لما ناخد إن شاء الله فتح خيبر هتعرف يعني ايه فتح خيبر. فتح خيبر يعني لما حب يضرب مثل في الفلوس الكتير يقول لك خيبر، فاهم؟ فعشان كده السيده عائشه تقول ما شبعنا من خبز الشعير الا بعد فتح خيبر، يعني بدات الدنيا تدخل علينا شويه، يعني بدانا نشبع بعد فتح خيبر. قبل خيبر كانت الدنيا زي ما بيقولوا كده ناشفه خالص، يعني الاحزاب والكلام دوت كانوا خلاص بيربطوا الحجر على بطنهم. بعد خيبر بقى من ساعتها والدنيا ايه الدنيا حلوت زي ما بيقولوا يعني. فاصلا الشعر نفسه بيدلك على ان خيبر دي علامه على الثروه، هذه الحمال لا حمال خيبر. عايز اقول لك على صعوبه فتح خيبر، ده كان معركه رهيبه هنشوفها لما تاتي باذن الله سبحانه وتعالى. اليهود عندهم استعداد يعني يردموا نفسهم قدام خيبر لان اموالهم كلها فيها، ودي كانت الحصن الاخير بعد خلاص ضياع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه زي ما هنشوف بعد غزوه الاحزاب. الشاهد يعني ان الانصار بقى كانوا ايه كانوا يردوا، يعني يقولوا الانصار والمهاجرين قالوا كانوا يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني ازاي انتوا قاعدين ازاي يا جماعه وهو شايل وبتاع. فكان قدوه عليه الصلاه والسلام، ودي كان طبيعته ان هو كان لما يحب يحث الناس على شيء كان يبادر بنفسه عليه الصلاه والسلام، وكله بيجي وراه على طول، زي ما هنشوف في الحديبيه، زي ما هنشوف في غزوه حنين، زي ما هنشوف في كل حاجه بيعملها عليه الصلاه والسلام كان هو يبادر، كان يحفر الخندق معاهم. وده الحقيقه هو ده انجع شيء في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نجد نماذج مش محاضرات كتير، احنا عايزين كلام قليل ونماذج كتير، يعني خد القاعده ديت، الواقع يحتاج الى نماذج لا يحتاج الى كثير تنظير، النظريات موجوده والكلام كتير وكتب مليانه ومحاضرات ملهاش نهايه، نحن نريد واقع، نريد نظري، نريد اشخاص نماذج نقتدي بيها، تمام؟ احنا بنلاقي كتير في كلام، كتير محاضرات، لكن فين في كل مكان، في كل مسجد، في كل منطقه قدوه؟ قدوة فعلا الناس تلتف حوله، ناس تقلده، ناس فعلا تستن بطريقته اللي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى ذلك. فإذا لم تجد في مكانك هذا الأمر تقعدش تبكي وتقول يا ما صح، وتقعد تمص شريفك فعلا ما عندناش حد كده. ليه ما تكونش أنت يعني؟ يا شيء غريب، ما فيش حد، ما هو أيوه أنت المفروض تبقى كده. يعني لابد أن تحمل هذا الهم، أن أنت تحمل هم أن ما فيش حد، فيش حد معاه خاتم في المنطقه عندنا معاه اجازه بيدي، فيش حد معاه قراءات عندنا في المسجد وبيجيز الاخوه، مفيش حد بيفتي في المنطقه. طب ما ابقى انا، يعني ليه بنقعد نبكي ونقعد نلوم المجهول، نلوم اللاشيء، الشخص اللي هو مش عارفين هو مين هو المفروض نلومه؟ يعني ما هو كل واحد مطلوب منه كده، وكل واحد مخاطب ان هو يصير هذه الثغره دي سدها.
فانتنوي انه انك تسد هذه الثغرات، وان انت ولو حتى بعد 15 سنين تكون انت يعني قدوه في للشباب، قدوه لاخوانك. مش نيتك ان انت يعني تشار اليك بالبنان ولا كذا، ولكن حمل هم الدين. فعايز اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام غير الصحابه بافعاله عليه الصلاه والسلام اكتر بكتير من كلامه، تمام. ف وزي ما شفنا المره فاتت مسجد كان بسيط جدا، يعني كان اعمده من جذوع النخل ومبني من اللبن والطين، وكانت الارض حصباء، مفيش سجاد والكلام دوت يعني، واخد بالك. فالشاهد يعني ان 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 بعد كده حوالين المسجد اتبنى حجرات النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بعد ما اتبنى المسجد اتبنى حواليه، بداوا ياسسوا الحجرات اللي هي بيوت النبي عليه الصلاه والسلام، كانت حوالين المسجد. هما في الوقت ده عملوا حجرتين بس، لان كان النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت ده متزوج مين؟ سودة بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، وعائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. بس يعني هما دول زوجاته في الوقت ده، كان متجوز اثنين بس، سودة بنت زمعه وعائشه بنت الصديق. فكان عملوا حجرتين حوالين المسجد النبوي، وكل ما يتزوج واحده يبنى لها حجره مماثله، بحيث صار كل بيوت النبي عليه الصلاه والسلام محيطه بالمسجد، بحيث انه على طول الباب يخرج على طول على الايه؟ على المسجد، تمام. وشفنا ان المسجد كان هو يعتبر كل شيء، وده دي النقطه الاولانيه، ان المسجد هو كل شيء. مفترض بدايه طريقك مسجد، بدايه طريقك دار، كل شيء بيحصل هنا. المفروض احنا هنا بنتقابل، بنتعلم، بنتربى، بنقابل القدوات، بنقابل الصحبه الصالحه، بنقعد، بنعتكف، بنتصالح، بنحل مشاكلنا، بنذاكر. يعني المسجد كل حاجة، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخليه مبيت لبعض الصحابة اللي هم أهل الصفة، اللي ما كانش ليهم مساكن، ما كانش بيعمل لهم مساكن، يبات في المسجد، تمام. كان المسجد كل شيء. المسجد هو الجامعة، وهو المدرسة، وهو حلقة العلم، وهو حلقة الذكر، وهو الصلاة، وهو الحرب، وهو السلم. كل حاجة بتدار في المساجد، فدور المسجد رهيب المفروض. لكن للاسف يعني مساجد ضيق عليها، لكن مفيش داعي برضه. محبش برضه زي ما اقول لك، محبش ابكي، محبش اقعد اعيط، محبش الناس تقعد نقعد ايه، اصل ما فيش مساجد، ما انت شايف والدنيا بايظه. لا، مش كل المساجد كده. في مساجد ما زالت الى الان فيها شغل عادي يعني، وانت عارف في كل منطقه فيها مسجد كده، ما حدش حاسس بيك فيه، اشتغل فيه. يعني مش لازم المسجد الكبير اللي كنا شغالين فيه والا لن نعمل ابدا. على طول خليك زي الميه كده، اركب في اي مساحه، تمام. خش في اي مجال، خش في اي مكان، تمام، واشتغل، كمل شغل عادي لغايه، وربنا مش بيكلف حد الا ما يطيق. هذا وسعي، خلاص ربنا يسالك على وسعك. اشتغل في المسجد دوت، اشتغلوا في بيوت، يعني زوروا بعض في البيوت، واعملوا حلقات علم والكلام دوت. المهم لازم البدايه يكون في مكان بيلتقي فيه الصالحين، بيتدرسوا فيه العلم، بيتعلموا فيه القران، بيلتقوا فيه بالقدوات، بي 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 هو المكان ده اللي بنقعد نتناقش فيه ونتقابل فيه. ومساله نتقابل ديت مهمه جدا، يعني زي ما هنشوف كده بعد كده المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، مساله ان احنا نتقابل صارت مهمه. يعني الان الاونلاين طبعا حاجه جميله، يعني لا شك ان النت ده نعمه كبيره في اتجاه معين يعني، تمام، ونقمه في اتجاه تاني. بس الحقيقه وفتح ابواب خير رهيبه جدا للناس، خاصه الشخص اللي هو ما عندوش وقت، ما عندوش فرصه يقابل المشايخ، ما عندوش فرصه ان هو يحضر حلقات كتير، بقى في اي لحظه في اي وقت، في العربيه، في الشارع بتاع، دروس ملهاش نهايه، وممكن يسمع اونلاين، ممكن يحضر اونلاين، جميل كل دوت. لكن ده لا يكفي، لا يكفي، لابد في النهايه من ان يكون في جزء، مش هقول لك كل، لان صعب كل جزء من علاقتك بالعلم، بالدعوه، باخوانك، بمشايخك، كل لقاء مباشر لازم، والا هتصيبك امراض الايه، الاونلاين. الاونلاين هيطلعك طالب علم كويس، حافظ كويس، مذاكر كويس، بس ممكن يكون عندك قله ادب، ممكن مش متربي كويس، ما قابلت الشيخ، ما قعدتش تحت رجليه، ما قعدتش في مسجد بالساعتين والثلاثه قاعد كده بتكتب وبتاع لغايه ما يجي لك التواضع بتاع العلم دوت، تمام. ما قابلتش داعيه او قدوه بشكل مباشر، حس شوف سلوكه كمان قبل الدرس، بعد الدرس يتكلم ازاي، يسلم عليا ازاي، ما سلمتش عليه بنفسك، ما قعدتش مع المعلمه شفتيها بتعامل اخوات ازاي، دخلت ازاي، خرجت ازاي. الحاجات دي احيانا بتبقى احسن من الدرس، واحيانا دي الاداب اللي احنا بنتربى عليها وبنقتدي بيها. في الاخر الدرس انت بتاخد من اول السلام عليكم لغايه عليكم السلام، في حواشي كتير قوي اللي قاعد اونلاين ما شافهاش، تمام. فبالتالي انا لازم يكون ليا لقاء، ولقاء مع الاخوه الصالحين، ما يبقاش العمليه كلها علاقتي بيهم واتس، ولا علاقتي بيهم مثلا ماسنجر، ولا علاقتي بيهم جروبات دعويه،
في عايزين لازم نتقابل، لازم نقعد مع بعض. ليه؟ لان هم لما يقابلوني بقى هيشوفوا عيوبي، هشوف عيوبهم، هنتناصح، هفكروا بحاجه يفكرني بحاجه، يا عم هنهزر اي حاجه، هيملى الفراغ اللي عندي احساس الرغبه في الانس باخواني والكلام دوت. فاللي عايز اقوله ان 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 مهما كان الاونلاين مفيد، مهما كان جميل، مهما كان بيحقق لك سرعه بلا شك. يعني انا دايما بقول لطالب العلم الاونلاين انت عايز تجري اونلاين، ما فيش حد هيلحقك على الارض، تمام؟ لكن عايز تتادب وفعلا تاخد بركه العلم وثمره العلم لازم الارض. فالصح تجمع الاثنين، تحقق بالاونلاين الايه السرعه والانجاز وتختار اللي انت عايز تختاره، تسمع شيخ من المغرب شيخ من المشرق مش فارق معاك، وعلى الارض لازم يكون ليك لقاء مع بعض الاحبه، مع شيخ، مع داعيه، مع مع، بحيث ان انت تتادب وتتربى وتاخد بقى الايه الادب والتربيه. يعني انتوا دلوقتي قاعدين قدامي لا شك كلكم قاعدين بهدوء وسكينه وفي احساس عام كده بالسكينه والادب والكلام دوت. هنسلم على بعض بعد الدرس، سلمنا على بعض قبل الدرس، هتسمع مني كلمه هزار ضحك بتاع، تمام؟ بس انت قاعد مضطر لازم تقعد من اول الدرس لاخر، وده ليه معنى برضه. ممكن اللي قاعد اونلاين دلوقتي مثلا يكون بياكل فشار مثلا، تمام؟ ممكن كل ما يعوز يعمل حاجه يروح يعملها، هيوقف يعمل بوز وخلاص، هيروح الحمام بقى يروح يهزر، فاهم ازاي؟ ممكن يكون قاعد بشورت دلوقتي، يعني ايه؟ ف يعني الاونلاين ما حدش ضامن اي حاجه دلوقتي، فما فيش ادب. يعني هو ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول حرام يعني اللي هو بيعمله، بس اكيد طبعا واحد قاعد اونلاين قاعد في اوضته قاعد على السرير، فاهم ازاي؟ مدلدل رجليه، والشيخ بقى مش مهم انت فاهم انت شغال. فتخيل واحد طول حياته بيشتغل اونلاين كده قدام علماء وقدام مشايخ وقدام دعاه تقال قوي، وهو قاعد بقى رافع رجليه قدام الشاشه ومش فارق معاه وبيشرب حاجه ساعه، ده امتى هيتادب يعني؟ يعني في ناس صراحه بيراعوا حرمه الدرس حتى في لوحدهم، ودول ناس يعني ناس كويسه يعني. لو هو في درس شغال حتى لو على الشاشه لا بيقعد مؤدب جدا، يعني بيقدر ان في درس مهما كان، ما لازم يقعد قاعده معينه وفي احترام ونقعد ساكتين والكلام ده، بس مهما كان مش هيبقى زي اللقاء المباشر. اللي عايز اقوله يعني دي مساله مهمه، احنا وقفنا فين بقى اللقاء اللي فات؟ وقفنا عند نقطه مهمه جدا وهي الاذان، ودي سبتها لكم معلقه اخر مره، قلت لكم ايه الاذان هو احنا خلاص في مسجد في صحبه والكلام دوت، طيب يلا بينا عايزين ندعو الى الصلاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام الى الان مفيش اي تشريع في الباب دوت خالص، وقاعد مع الصحابه مفيش حاجه، مفيش وحي. فطالما مفيش وحي بيخش في الاستشاره بقى، خلاص المساله نستشير بعض، طالما الى الان مفيش حاجه قالت لي اعمل كذا، فيبتدي يجتهد هو الاصحاب نعمله ايه، هو مجرد عايزين بس حاجه علامه ان احنا نصلي، ومفيش وحي خلاص نجتهد. فالنبي عليه الصلاه والسلام قعد مع الصحابه، ايه رايكم نعمل ايه؟ فاللي قال طيب نعمله ناقوس زي ناقوس النصارى اللي هو الايه الجرس دين دين دوت، وواحد قال لك طب نعمل بوق زي بوق اليهود اللي هو الايه بوق الصوت العنيف ده، تمام؟ والتاني يقول هم كانوا احسن بيحضروا ازاي؟ بيحضروا كده بالخبره، العرب عندهم خبره في الوقت، فكانوا بيجوا بالخبره كده بس، يعني مش هنقعد بقى كل واحد يجي ونتاخر وبتاع، عايزين اذان برده مهما كان. فقعدوا ايه يفترضوا افتراضات النبي عليه الصلاه والسلام لغايه الى الان، يعني في الاخر هيستجيب لاحد الافتراضات ديت، ما هو مفيش حاجه، لكن هو في جواه كاره لا عايز البوق ولا عايز الناقوس ولا عايز الكلام دوت، بس هو طب ايه الحل؟ ايه البديل؟ فعدى يوم، وبعد كده كان في صحابي من حضر المجلس دوت اسمه عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد جاله منام عجيب، نام كده وجد نفسه في المنام لقي رجلا فمعه ناقوس الجرس بتاع النصارى دوت. فقال يا عم أتبيعني هذا الناقوس؟ قال ما تفعل به يا ابن أخي؟ قال ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة، كل ده في المنام، ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من هذا الناقوس؟ قال أخبرني. قال إذا أردت أن تؤذن للصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. وسرد له الأذان بصفة المعروفة كاملا. قال ثم إذا أردت أن تقيم الصلاة فالقل، وسرد له الإقامة بصفتها لي المعروفة. فقام عبد الله بن زيد من النوم فرحان أوي، فراح جري على النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه تلك الرؤيا. فقال عليه الصلاة والسلام هذه رؤيا حق، هذه رؤيا حق. وبكده الرؤيا انتقلت من مجرد منام صحابي الى وحي، لان هي خدت ايه اقرار
من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين السنة؟ السنة أنواع، في سنة قولية النبي يقول حاجة، وفي سنة فعلية يعمل حاجة، في حاجة اسمها سنة تقريرية. تقريرية يعني شاف حاجة وأقرها وقال دي من الدين، دي من الدين خلاص، فدي تخش على طول إيه؟ تبقى ضمن الدين من باب الإيه؟ إقرار. هو ما عملهاش بنفسه ولا عملها بنفسه، بس حصلت قدامه وأقر إن دي من الدين، فدي بتسمى سنة إيه؟ تقريرية. تقريرية، فإقراره عليه الصلاة والسلام يحول فعل الصحابي من مجرد اجتهاد إلى سنة. وممكن العكس ما يقروش، إنه مرة كان صحابي واقف في خطبة جمعة، قال لهم هو واقف ليه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. هل لا هو وأي حد؟ قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. كان الصحابة عشان إحنا في زمن التشريع كان ممكن يعملوا أفعال كده معينة، وهو عارفين النبي هيعرف فإيه هيقول لنا غلط صح، تمام؟ فكان اللي بيقره بيثبت، ولو يقروش خلاص بينتهي. كذلك الكلام ده ما ينفعش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام واحد يقول أنا هعمل زي الصحابة، ما فيش حد يقول لك صح أو غلط خلاص. وبالتالي والآية قفلت اليوم إيه أكملته لكم دينكم، فما فيش ما ينفعش يبقى فيه جديد. فهنا ده إلى الآن هو منام صحابي، منام الصحابي ما ينفعش يبقى وحي، وما ينفعش يبقى مصدر من مصادر التشريع، وإلا فنخش كده في الصوفية كده يقول لك خلاص بقى يبقى المنامات من مصادر التشريع. لا، احنا لا نقول ولا منام الصحابي اصلا مصدر مصادر التشريع، وانما صار مصدر دلوقتي، صار وحي بسبب اقرار النبي عليه الصلاه والسلام، مش بسبب ان هو شاف المنام. طب ممكن يكون شافه زي ما اي حد فينا بيبقى مشغول بحاجه فشافها في المنام عادي، لكن هنا ارتفع المنام دوت من مجرد منام لا يصلح ان يكون مصدر من مصادر التشريع ولا يصح ان يكون وحيا، انما هو استئناس بس، الى صار وحي بسبب النبي قال له هذا منام حق، قال اقرئه على بلال فانه اندى صوتا منك. قال له روح بقى اقول الرؤيه دي لبلال وخليه يبدا يفعل الاذان دوت لانه صوته احلى من صوتك. وفعلا عبد الله بن زيد راح قال لبلال الكلام دوت، والصلاه اللي بعديها على طول تم تطبيق الاذان، وفعلا بلال لاول مره اذن الاذان المعروف في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. الجميل بقى في الموضوع ان سيدنا عمر كان قاعد في البيت في بيته، فسمع اذان بلال فاتنطر من مكانه، اتنطر من مكانه وجي جاري على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد رأيت هذا بالأمس في المنام. قال لقد رأيت، شاف نفس منام عبد الله بن زيد بالظبط. وطبعا عمر ملهم طبعا معروف ايه، ومعدي في الحاجات دي كده كده من زمان يعني، فده العادي بتاعه. فبس هو لحقش يعني، عبد الله بن زيد سبقه، فبيقول انا شفتها امبارح دي برضه، انا كنت لسه جاي اقول لك انتوا لحقته يعني اتأذنتوا، كنا هو جاي بقى الصلاه، هيجي الصلاه وهيقول له بقى ده عبد الله بن زيد جه قبل الصلاه، فالصلاه اللي رايح عمر يقول له عليها اصلا كان اذنه خلاص. انت متخيل انت تشوف منام تلاقيه واحد بيأذن، ايه ده؟ طب ازاي انت متخيل هو اتخض ازاي؟ انا متخيله ازاي، انا شفتها في المنام امبارح تمام. فسمع الاذان فجاي جري، ايه ده ازاي؟ مين ده؟ انا عملتوها ازاي دي؟ فجاي بقى ايه منبهر جدا، قال له انا شفت ده في المنام امبارح. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الحمد لله، كده كده ايه كده ثبتت بقى تماما يعني، اتنين صحابه وفيهم ملهم وخد الاقرار من النبي عليه الصلاه والسلام، كده تحولت على طول الى ايه؟ الى وحي. وده دي قصه الاذان، من ساعتها بقى بدا الايه؟ بدا الاذان. طيب معلومه، هل كم كان عدد المؤذنين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام او المشهورين منهم يعني؟ المشهور اربعه، تمام؟ اتنين في المدينه، واحد في مكه، وواحد في قباء، دول المشاهير يعني. الاثنين في المدينه من هم بلال بن رباح طبعا، وعبد الله بن ام مكتوم، عبد الله بن ام مكتوم الاعمى كان يؤذن في الايه؟ في المدينه، تمام؟ وفي مكه كان يدعى ابو محظوره، ابو محظوره ده كان مؤذن في مكه بعد فتح مكه طبعا يعني، لان بعد فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام رجع المدينه، فرجع مع بلال ورجع مع عبد الله بن ام مكتوم. مين بقى اللي بقى مؤذن مكه؟ ابو محظوره، صحابي يدعى ابو محظوره، ده كان مؤذن مكه بعد فتح مكه طبعا، تمام؟ وفي قباء كان هناك صحابي يدعى سعد القرظ بالظاء، سعد القرظ ده كان مؤذن مسجد قباء، فدول اشهر الايه؟ اشهر المؤذنين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بنلاحظ يعني فائده مهمه، ان النبي عليه الصلاه والسلام رغم ان عبد الله بن زيد هو اللي شاف المنام، قال له قل له لبلال فانه اندى صوتا منك. لم يجد عبد الله بن زيد اي حزازه ولا يجد في صدره اي شيء ان هو يروح يقوله الايه؟ يروح يقوله لبلال، وبلال هو اللي اذن طول حياته، ورغم ان عبد الله بن زيد هو اللي شاف المنام، كان ممكن يقول يعني ما ليه يعني انا اللي شفت المنام انا اللي اعمل. فاولا النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي التخصصات،
مفيش مجاملة في الموضوع دوت. التخصصات تقدم على المشاعر، تمام؟ فماشي انت اللي شفته، انا عارف موضوع انت نفسك انت بتاع، بس هذا تخصص. وإلا فهنلاقي في غزوة أحد ان لما الناس يقول من يأخذ هذا السيف بحقي، هيرفع سيفه في نص المعركة يقول من يأخذ هذا السيف بحقي، فمين اللي هيرفع ايده يا جماعة؟ هيرفع ايده عروة، هيرفع ايده الزبير بن العوام، تمام، وعلي بن ابي طالب، ناس جامدة جدا وكلهم قريبه. يدي له بدجانة، الناس هتتجن ازاي يعني؟ عروة الزبير بن العوام اصلا كان زعلان جدا، طب انت ليه اديت ابو دجانة يعني؟ وقعد يتتبع ابو دجانة في المعركة عشان يعرف ليه، وفي اخر المعركة عرف، وفعلا اتبسط قوي في الاخر. هنشوف في غزوة احد ان هو في الاخر اتبسط ان ابو دجانة هو اللي خد الايه سيفه، كان حتى في وسط المعركة فبيقول فرأيت رجلا من المشركين يهد المسلمين هدا، فقلت اللهم لقيه ابا دجانة. يا رب يا ابو دجانة. يقول فلقيه فاختلف في ضربتين فقتلها ابو دجانة فحمدت الله تعالى. فبيقول انا عرفت خلاص، مش هجادل تاني في الموضوع دوت، بس عايز اقول لك قد ايه النبي كان بيراعي التخصصات على حساب المشاعر. يعني مش معنى ان انت حبيبي ان انا ايه اهدر كفاءه زي بلال، كفاءه زي ابو دجانة، عشان انت حبيبي، حبيبي وكل حاجه، بس هنا ده دين، فلازم احنا خاصه في امور الدينيه ان احنا نراعي التخصصات، تمام. بعض اخواننا برضو بنفس الفكره بيزعل، عايز اذن مثلا، طب انت صوتك مش كويس، هو اخوك هو صوته كويس، لا اشمعنى احنا مع كلنا نأذن؟ يعني مفروض نراعي التخصصات، اكيد انت في حاجه بتحسنها وما يحسناش، فشوف انه اندى صوتا منك. في الاخر الاذان ده مش انت مش هتسمعه لوحدك، ده بيطلع للناس في الاخر، فلازم نراعي اخواننا الاذان، يبقى الصوت جميل، اداء كويس، يعني هو اولى، صاحب الصوت الندي هو الاولى. فحتى لو انت بتحب تأذن او كده، لكن انت مش عندكش مقومات كده، فمفروض بهدوء ان انت تعرف ان ده مش بابك، فخلاص ما اذنت مره اتنين بس، مش ما ينفعش تستوي مع صاحب الصوت الندي، تمام. عبد الله بن زيد ما اذنش ولا مره في حياته، انت متخيل؟ مفيش مره طب سيب لي الاذان مره، يعني مش كده، ده انا اللي شايف المنام يعني. هو من ساعتها خلاص انا كده خلاص، هو النبي قال ده التخصص. وخد بالك النبي عليه الصلاه والسلام مش هيقول كده الا هو بيتكل على ايه، على سلامه قلوب الصحابه. هو عارف ان عبد الله بن زيد مش هيزعل، وده يدلك على تجرد الصحابه، والراجل بكل بساطه ولا في اي كلمه راح بكل بساطة ادى الاذان. يا جماعة ده احنا بنتخانق على اذان، ده اصل الاذان نفسه، ما تزعلش. بداية الاذان اللي هو اذن طول حياته، بعد كده ما فيش مشكلة، راح اداوله على طبق من ذهب زي ما بيقولوا، وبدأ بلال يؤذن. وكده كده عبد الله بن زيد انت مواخد الاجر، مش تدل على الخير كفاعلي، ولا انت اللي لازم تبقى قدام الكاميرا، ولا لازم انت تاخد اللقطة، ولا لازم انت اللي يتقال اسمك، مش مشكلة، والله انا اللي موجود، المهم انا ايه، انا شاركت في الاجر، انا اللي قلت والله الاخ ده صوته حلو خليه يؤذن. طب ما انت خدت الاجر، زعلان ليه؟ ولا هي لازم اللقطه؟ ما هنا ده يطعن في النوايا. طب عبد الله بن زيد كأجر تفرق حاجه معايا دلوقتي؟ بالعكس، هو واخد الاجر وفي السليم، ولا مكلف بشيء ولا بتاعه، وفي الهادي وما تصدرش ولا تعرض لاشكاليه الرؤيه والكلام دوت. وبلال خد الاجر معايا، خلاص زعلان ليه؟ المفروض ما يزعلش، الا لو بقى هو عايز الرؤيه وعايز ان هو يتقال ويتسمى وراح وجي وبتاع، ده يطعن في النوايا. فعبد الله بن زيد بكل سلاسه راح وخلص الموضوع ب ب ب ب ب فلازم ان احنا يا جماعه نراعي الحته دي في نفسنا، كل واحد يحط نفسه في فيما يليق به، مش هنتكامل، كل واحد عايز دي، طب انت ما تنفعش، لا انا عايزها وخلاص، هزعل، كلام مش كده يا جماعه، احنا ده دينا يا جماعه، ما ينفعش نهزر كده يعني. المهم يعني بعد الموضوع دوت حصل ايه بقى؟ حصل الاجراء اللي بعد كده، خلاص خلصنا المسجد تمام، والقاعده دي ثبتت، والاذان تم، والصلاه اشتغلت. وطبعا المسجد شغال فيه دروس ومواعظ وخطب والكلام ده، بقى فيه منبر وقصه مشهوره، تمام. وبدا الصحابه يتلقوا التعليم من النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك احفظ الكلام ده، ده هنفرع عليه بعد كده، انت ايه الاساسيات اللي المفروض تشتغل عليها. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام الاساس الثاني اللي اسس بيه المدينه، قلنا المسجد، نمره 2 المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. ايه المؤاخاه بين المهاجرين والانصار ديت؟ المؤاخاه ديت هي مؤاخاه حقيقيه، مش اللي هو ايه حبيبي في الله، لا ما هو كلهم حبيبي في الله ما اكيد يعني، مؤاخاه حقيقيه، يعني ده حكم كان موجود في فتره من فترات مع كان نسخ. هي المؤاخاه ان يخلي واحد من المهاجرين اخو واحد من الانصار فعلا، والموضوع ده يترتب عليه احكام، يعني ده يقول له انت اخوه، يعني ايه اخويا؟ يعني هيورث عادي، يورث يعني، لو ده مات ده يورثه، ده مات ده يورثه، ده احتاج فلوس، ده انت واجب عليك تصرف عليه زي اخوك. اخوك لو مش لاقي ياكل انت اولى بيه، تمام، فخلاص انتوا بقيتوا اولى ببعض، تشيلوا بعض، تصرفوا على بعض، تساندوا بعض، تورثوا بعض،
بقى بجد يعني اخوه بجد اللي يترتب عليها نفقات واجتماعيات وكل حاجه. تمام. فعمل المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، جمع الاعمده. طبعا ما عملش كله، يعني مش كل مهاجري مع كل انصاري، هو عمل الموضوع ده مع الاعمده بس اللي هم الاساس اللي عايز يقوي بيهم دعائم الاسلام. فعشان يقوي اكتر زي كده تجيب عمود وتسنده على عمود تاني، كل واحد فيهم بقى ايه قوي بالتاني. فجمع 90 واحد في دار انس بن مالك. دار انس بن مالك كان فيه 90 واحد من المهاجرين والانصار، 45 مهاجرين و45 من ايه من الانصار. وبدا يعمل ايه المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، ويختار انت ده مع ده وده مع ده وده مع ده، وخلاص خلى بينهم النصره والنفقه والارث والكلام دوت. وصار الحكم ده لفتره لغايه بعد غزوه بدر، يعني من اللحظه ديت لغايه بعد غزوه بدر كان الحكم ده ثابت، ان اي حد من دول خلاص ده اخوك بجد، كما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. بعد كده الايه الاحكام دي نسخت بالايات الاخيره في سوره الانفال، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، ان الله بكل شيء عليم. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فاتنسخ المؤاخاه اللي هي حصلت بمجرد الكلمه، ان رجع التاني الاخوه بالرحم. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، يعني خلاص انتهى الايه انتهت المؤاخاه ديت، ونرجع تاني التوارث والكلام دوت بيكون على الايه على الرحم مش على المؤاخاه اللي حصلت في الدار ديت. لكن الموضوع ده يعني قعد بعد غزوه بدر، يعني احنا بنتكلم ان هو قعد سنتين مثلا، القصه دي قعدت سنتين على الحاله ديت، ودي سنتين كانت كافيه تحقق الغرض، ان هي ما كانش غرضها الابديه، وانما كان غرضها تقويه المجتمع وتقويه الصحابه في المرحله ديت، وحصل المقصود. فخلاص نرجع تاني الحقوق ترجع لاصحابها تاني. المؤاخاه ديت يعني يقال في بعض الروايات ان كان في مؤاخاه قبليها قبل الهجره، ودي مش مشهوره، ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل مؤاخاه بين المهاجرين قبل الهجره اصلا لنفس السبب. فيعني يقال ان هو جعل نفسه اخ لعلي بن ابي طالب. تمام. وجعل كان بيعمل ايه، كان بيعمل مؤاخاه بين واحد غني وواحد فقير شويه، حس ده يسند دوت يعني. فكان هو علي بن ابي طالب. تمام. ان هو كان بيصرف عليه عليه الصلاه والسلام. وعمل مؤاخاه بين حمزه وزيد بن حارث. زيد من موالي فما كانش يملك اموال كتير، حمزه غني، فجعل حمزه وعمل اخوه مع زيد ايه ابن حارثه. وعمل مؤاخاه ما بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود. الزبير بن العوام ما شاء الله ثري جدا، وابن مسعود كان برضو متواضع، فكان بيوفق واحد غني مع واحد ايه متواضع شويه، بحيث ان هم يقووا بعض ومفيش حد فيهم. وده يعني حاجه جميله جدا، احنا المفروض ان احنا نعملها بدون مؤاخاه بقى اللي هي اللي كده. المفروض كل اخ مثلا صاحب مالي راعي اخ متواضع ويسال عليه واخبارك محتاج حاجه بتاع. لو كل واحد فينا اختار ولو واحد حتى واحد ذو مال يختار واحد يتابعه كده من اخواننا، هنكفي الاخوه مساله، هنساعدهم على طلب العلم، هنساعدهم على الدعوه الى الله. خلق عظيم نبيل، مش محتاج المؤاخاه اللي هي نفسها، ولكن محتاج النبل والمروءه والاخلاق. وده برضه هنرجع له تاني بعد ما نتكلم على المؤاخاه دي. تمام. طيب المؤاخاه اللي حصلت بقى دي بيقال ان دي بقت كانت قبل الهجره، بس بعد الهجره بقى دي اتفضت وبدات في مؤاخاه تانيه ما بين الايه ما بين المهاجرين والانصار. النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه اختيارات، كان بيختار الناس اللي شبه بعض شويه. يعني مثلا نشوف ان هو جعل عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. ليه؟ الاثنين تجار، الاثنين عقليه اقتصاديه جباره. تمام. الاثنين بتوع سوق زي ما بيقولوا كده، فيخلي ده مع ده، دول شبه بعض شويه. تمام. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام جعل مين؟ جعل سلمان الفارسي مع ابي الدرداء. سلمان الفارسي وابي الدرداء الاثنين حكماء، يعني تسمع مواعظهم تحس الاثنين ايه فيهم حكمه رهيبه، والاثنين قاريين في الكتب السابقين والكلام دوت. فايه كان سلمان مناسب قوي مع ابي الدرداء، اثنين ايه تحس ان هم كده ايه حاجه فخمه كده الاثنين مع بعض مناسبين جدا. تمام. جعل ابو عبيده مع ابو طلحه الانصاري، ابو عبيده من الجراح مع ابو طلحه الانصاري، اثنين بقى فرسان والدنيا، ومش عايز اقول لك بقى. جعفر ابن ابي طالب ومعاذ بن جبل، الاثنين طلبه علم على اخر حاجه. جعفر ابن ابي طالب مع معاذ بن جبل، وجعفر ابي طالب طبعا كان اقرب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي كان بيعد معاذ ان يبقى حاجه كبيره قوي، وصار فعلا معاذ اعلم الامه بالحلال والحرام، فخلى جعفر مع معاذ. تمام. خلى مصعب بن عمير مع ابي ايوب الانصاري،
مصعب بن عمير مع أبي أيوب الأنصاري، وكان عمر رضي الله عنه مع صحابي مش مشهور يدعى عتبان بن مالك، عتبان ابن مالك. طلحة بن عبيد الله كان مع كعب بن مالك، والاثنين فرسان، فرسان. كعب مالك فارس رهيب، تمام؟ وهنشوف كعب مالك في غزوة بدر، في غزوة أحد، افتكروا كعب مالك في غزوة أحد هيعمل ايه وطلحة هيعمل ايه، عشان تعرفوا ليه الاثنين دول صاروا إخوة. افتكر اسمين دول في غزوة أحد، طلحة غير أبو دجانة وغير سهل بن حنيف، الاثنين دول برضو افتكرهم، بس افتكر طلحة وكعب عشان هتفهم ليه في أحد ليه الاثنين دول صاروا أخاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فرسان، فرسان. فكان بيوفق زي ما يقولوا كده، تمام؟ ودي حاجة كويسة نستعملها في الدعوة إلى الله. يمكن احنا اتعلمنا قبل كده، في خدنا في درس الدعوة الفردية، ان انت لما بيجي مدعو وبندعو إلى الله وبتاع بنحببه في الدين، ندخله المسجد نعرفه ايه، نبتدي نرعيه بتاع، نبتدي مرحلة الربط مع الايه، مع المجتمع الملتزم. فالمفترض ان انت تربطه بمن يشبهه. فهو راجل بتاع برمجة، تدور على اخ كده بتاع برمجة وتقول له ده بتاع مع بعضيكم، فيتربط معاه. هو رياضي، شوف اخ رياضي، تمام؟ هو بيحب الاكل، شوف عادي جعان زي، يعني ايه تمشي الدنيا. يعني تشوف له حد كده ايه يجذبه، مش تشوف له واحد عكسه خالص اللي هو ينفره، اللي هو كل ما اتكلم في حاجه مش فاهمني فاهم، فتقول له خلاص انتوا بقى ايه مع بعض بقى، تيجوا مع بعض، وده ايه وصله البيت ورجعه من البيت، وعايزك تتمشى معاه وعايزك تدردش معاه وتفتح معاه الحوارات بتاعتكم ديت اللي احنا مش فاهمينها دي، بتجيبه. مش كل حاجه دين، فاهم؟ انا عايز برضو مهارات، عايز حاجات مشتركه علشان صاحبنا ينجذب ويحس ان في حاجه تانية بتجذبه للالتزام. فدي من المهارات الدعويه في الدعوه الفرديه، ان المدعو اللي احنا جايبينه جديد دوت نبتدي واحده واحده، واحنا بندخله وسطنا كده وبنحببه في اخوانه، نربطه مع الاخوه اللي هم شبهه في الطباع، شبهه في المهارات، شبهه في الهوايات. ده بينجز معانا كتير جدا، بيقوي الرابطه جدا بين الاثنين دول، وبالتالي دول بيبقوا بالنسبه لي اعمده قويه. فده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله في المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، هو زي ما قلنا مراعاه التشابه والتكامل ما بين الاثنين، مش مجرد اي اثنين صالحين وخلاص. طب ما كلهم صالحين، هي مش فكره اثنين صالحين، اثنين صالحين شبه بعض، تمام؟ شبه بعض شويه. لذلك هنشوف بعد كده في الموقف الايه، احنا قلنا ان هم كانوا 90 واحد في دار انس بن مالك، وكان الهدف زي ما قلنا في، خلينا نقول الاهداف الاول. الاهداف اولا دعم المهاجرين اقتصاديا، ده مبدئيا المهاجرين ابيض جايين في الابيض، تمام؟ اصلا نصهم كانوا اغنياء في مكه، فالموضوع صعب، النقله صعبه. فكمان كان برضو بيوفق شويه ان واحد اصلا كان غني يحطه مع واحد غني، زي ما جعل عبد الرحمن معروف مع سعد بن الربيع. عبد الرحمن معروف راجل كان راجل ثري، تمام؟ ومثله ان هو مره واحده ينزل للصفر صعب، تمام؟ فدي فكره. اولا دعم الاقتصادي، لان المهاجرين ما عندهمش اي حاجه اصلا، فكان محتاجين طبعا في فتره ما ان حد يصرف عليهم لغايه ما يلاقوا شغل ويتعمل لهم بيوت ويبقى ليهم مصدر دخل ثابت والكلام دوت، تمام؟ الحاجه الثانيه الدعم المعنوي، الانس. معلش بلد غريب، انا ما اعرفش فيها حد، انا عايز حد جنبي اقول له احنا فين، بنعمل ايه هنا، مين ده، مين ده، عامل ده ازاي، عامل ده ازاي، حد يبقى اخويا يقريني. تعرف لما تروح تحج مثلا اول مره، انت عايز حد، اي حد فاهم اي حاجه معاك يمشي معاك، تحس ان انت غريب، ده انت عندك في حج بالك، لا عم مسافر بلد تشتغل، بتدور على قريبك هناك حد يقول لك ايه الدنيا، صح؟ تحس اول ما تشوفه تحس بالانس، حد عارفني، حد هيساعدني، حد هيسهل لي الطريق. فالانصاري المهاجري مش هيعمل كده مع المهاجري، ما احنا الاثنين جداد، فانا عايز واحد انصاري معايا برضه ايه يدعمني ويحسسني ان انا ابن البلد زي ما بيقولوا كده، ان انا مش غريب، فانت رايح معاك وجاي معاك، ده ليه وزنه في المدينه وده معايا، خلاص خدت نفس الوزن. فالمهاجرين عليوا معنويا جدا، وحسوا ان هم اولاد البلد، حسوش ان هم اغراب، مش عاملين مجتمع المهاجرين لوحدهم، مجتمع الانصار لوحدهم، لا، ده كل واحد مهاجري مع واحد من الانصاري عشان تذوب الايه الفوارق، ومفيش حد يقول انا احنا اولاد البلد وانتوا جايين علينا وانتوا لاجئين، مفيش الكلام ده، لا، ده احنا واحد. هنشوف الانصار هيعملوا حاجات رهيبه دلوقتي، تمام؟ فدي مساله الايه، المساله الثانيه، وهي زي ما قلنا الدعم المعنوي والمؤانسه وازاله الوحشه والمؤاخاه والكلام دوت، وذواب العصبيات الجاهليه والفروقات الناتجه عن البلد او النسب او الوطن، فلا اساس للولاء والبراء الا على الاسلام. طيب زي ما قلنا ان حصل بقى مشاهد مبهره جدا في الباب دوت، يمكن اشهر المشاهد في الباب دوت مشهد عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيع. احنا عرفنا ان سعد بن ربيع كان رجل ثري من الانصار وراجل تاجر، تمام؟ وعبد الرحمن بن عوف اصلا كان تاجر وكان رجل زي ما بيقولوا بتاع سوق فعلا، تمام؟ فالنبي وفق الاثنين في بعض.
فسعد بن ربيع في مشهد مبهر مذهل رائع مشهور عرض على عبد الرحمن بن عوف نصف امواله، يعني لو مش انا مش بدعمك بس ماديا اللي هو اقف جنبك لما تحتاج، ده هو من اول طلع كده قال له انت اخويا بص انا هدي لك نص فلوسي وعندي امراتان اختر واحده منهما اطلقها وتتزوجها، وكانش الحجاب اتفرض يعني لسه بشكل كامل في الوقت ايه في الوقت دوت، فقال له انظر اليهما واللي تعجبك اطلقها وتتزوجها، يعني هيدي له واحده من زوجاته تمام يتزوجها ويديله نص ماله. هذا كلام غريب، حاجه كلام خيالي، نص فلوسك تخيل تدي واحد نص اموالك، هذا شيء رهيب يعني تمام. فعجيب يعني. قال انا هو قال له صريحه، وخد بالك سعد مش راجل عادي، هو اصلا هو بيقول له قال انا اكثر الانصار مالا، يعني سعد بن ربيعه ده مثلا ملياردير مثلا، عارف يعني هدي له ملايين، مش هدي له مثلا 2000 جنيه ولا 5000 ولا 100000 جنيه مثلا، ده اكثر الانصار مالا. انت عارف يعني ايه اكثر الانصار مالا؟ تمام، يعني هيدي له ملايين بجد عادي كده، واقف كده خد ملايين عادي، يطلق زوجته ويزوج وقت واحده وانا واحده، انا ما عنديش مشكله في الموضوع دوت. شيء عجيب يعني، شيء رهيب، كما قال تعالى والذين تبوؤوا الدار والايمان، تبوؤوا الايمان، يعني تخيل مش تبوؤوا، واحد يقول لك تبوؤت الدار، ربنا بيقول تبوؤوا الايمان، يعني ساكنين جوه الايمان فاهم، تبوؤوا الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وفعلا سعد بن ربيعه كان مصر على الموضوع ده بجد، مش بهزار ومش مجامله، واخد بالك. عبد الرحمن بن عوف رفض الكلام ده، قال له لا بارك الله لك في اهلك ومالك، طبعا دعاله اكيد يعني ده ايه العرض المذهل ده، قال بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق، انا اتعامل، انا اعرف اتعامل، دلني على السوق، دلني يعني دل يعني دلني على السوق، طب ما عارف السوق، بس هو دي فكره المؤاخاه، قول لي بقى الاسرار، اروح فين اشتغل ايه، ايه اللي ماشي عندكم، مين التجار الكويسين، ما هو ده الفكره، وانا هروح اعمل ايه في السوق، انا مش هعرفش حد، ضحك عليا بتاع، فهو هيقول له بقى اشتغل في كذا، اقف في الحته الفلانيه، خلي بالك دول كويسين دول مش كويسين، اشتغل مع دول ما اشتغلش مع دول، خد بالك انزل في النهار يعني ايه، قال له بقى اديني بقى انت المعلومات وسيبني انا هتعامل انا. قال دلني على الايه، على السوق، فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب الا ومعه فضل من اقط وسمن، يعني من اول يوم كان معاه جاي بزياده، صرف على نفسه زي ما يقول كده، خلص يومه واتبسط وراجع معاه كمان ايه زياده، ده في اول يوم. قال ثم تابع يوما بعد يوم حتى لقيه النبي عليه الصلاه والسلام وفي وجهه صفره، وشه فيه ارهاق شويه، حس ان هو ايه يعني تعب فعلا، بذل مجهود كبير عشان ما يحتكش في حد ابدا وعشان يقوم نفسه بسرعه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام مهيم، يعني مالك مالك كده شكلك كده متفرهد شويه، قال رسول الله تزوجت كمان، انت لحقت يعني ده اشتغل واتجوز يعني بسرعه جدا، كان نزل السوق واشتغل واتجوز، يعني ما شاء الله ما شاء الله. فطبعا واضح ان هو بذل مجهود كبير، فباين عليك باين عليه ان هو بذل مجهود فعلا. قال مهيم، قال تزوجته، قال كم سقت اليها، دفعت لها مهر قد ايه، قال نواه من ذهب، يعني قطعه ذهب كبيره مش يعني او معقوله يعني تمام، نواه من ذهب، يعني بدا معاه كمان فلوس مهره ويفتح بيت والكلام دوت، كل ده في ايام يا جماعه، انتوا متخيلين شطاره عبد الرحمن بن عوف، الموضوع خد ايام يعني يا جماعه يعني اشتغل شويه، لازم تبقى ايه، تبقى مجتهد شويه. عبد الله يعني عبد الرحمن بن عوف فعلا مثال عجيب للاجتهاد، ما رضاش ان هو ياخد من حد حاجه وتعفف عن اموال الناس وتوكل على الله، ومن يتعفف يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله إيه من فضله، ونزل فعلا ودور، واللي دور يلاقي، والحركه بركه تمام، واللي بيسعى ربنا بيكرمه، لكن انت قاعد بقى مستني المثاليه والشغلانه المثاليه والوضع المثالي، ما فيش الكلام ده، نزل في السوق عادي كانه لسه بياع اول مره ولسه نازل يعني معهوش حاجه، ده كان تاجر كبير تمام، مفيش مشكله نبدا من الصفر، ايه المشكله، لا وضعي ومكانتي انا ابدا من مكان معين، شهادتي ولازم اشغل شهادتي، طب ما فيش شغل بشهادتك تعمل ايه، اشتغل دور على ما يناسبك، شغل مخك، اقعد تقفل على نفسك وتعلم مهاره، اشتغل اونلاين، شوف السكك ماشيه ازاي، اتعرف على الناس المتخصصين، شوف الناس اللي بتكسب ازاي، حرك نفسك، ما تبقاش ميت كده تشتكي وخلاص. انا من اول درس بقول لكم ما احبش البكاء، لا احب البكاء على شيء ابدا، انا احب تقول لي هنعمل ايه الخطوه الجايه، ما تقعدش تقول لي اصل الدعوه المساجد مقفوله، ايه اللي ايوه بعدين يعني، اصل الاخوه ايه ايوه، ما فيش شيخ انت تبقى الشيخ، ما فيش فلوس ما تعمل فلوس، ما تنامش كده على نفسك، تلاحظ الصحابه كله ايجابيه، الناس ما بتفكرش، ما بتقعدش تشتكي كتير، ما بتتكلمش كتير، يا دلني على السوق يلا بينا،
تمام، بينزل بيخلص الكلام تمام، مش مستني بقى الايه الاعانه، مش مستني حد يعطف عليا، مش مستني حد يحن عليا، لا انا اشتغل تمام. فسبحان الله يعني نموذج عبد الرحمن بن عوف نموذج مبهر جدا، ونموذج سعد بن ربيع نموذج مبهر جدا جدا يعني تمام. طبعا كلكم ايه نفسكم يبقى في واحد صاحبكم اسمه سعد، حتى لو مش سعد بن الربيع اي حد يعني. تخيل صاحبك مثلا يجي مره كده يعني فين صاحبي؟ مفيش حد كده مليونير كده صاحبي ولا حاجه يقول لك خد نص فلوسي انت صاحبك لو قال لك خد نص اموالي هديك 2 جنيه ونص، هو اصلا مع 5 جنيه في جيبه مش هتروحوا فاهم توك توك واحد، هو اصلا هو نص امواله ممكن تبقى ديون يعني، نص اموالي بص في بتاع البقال تحت عايز 200 جنيه يبقى اديله 100 جنيه وانت مروح هو ده صاحبك مشكله ما مش جايه. ف كل الناس بتبقى عايزه سعد بن ربيع في حياتها كده، فين سعد ربيع؟ فين الحل السحري دوت اللي هو بيخلص لنا كل حاجه دوت تمام. لذلك قالوا لن تجد سعد بن ربيع الا اذا كان هناك عبد الرحمن بن عوف، يعني الزمن اللي فيه كرم سعد فيه عفه عبد الرحمن بن عوف، فلما ماتت عفه عبد الرحمن بن عوف ذهب من الدنيا كرم سعد بن ربيع، فلما راحت العفه راح الكرم والاثنين بيمشوا مع بعض. فلما الناس بتتعفف الكرمة بيزدادوا حرص على الكرم، ان هو عارف ان مش هياخد منه الا المحتاج فعلا، الا فعلا اللي ايه اللي خلاص يعني ما. لكن لما كثر اللي ايه زي ما بيقولوا كده التساهل بدا الناس تفكر. دلوقتي كل الناس تيجي تدي يقول لك ما مش ضامنه، ما هو ايوه ما هو الناس بياخدوا خلاص، ما هم بيضحكوا علينا يا عم ده معاه صح، لان ما بقاش فيها تعفف. فالناس فعلا عندها كرم بس قفلت عليه، يقول لك ما اعرفوش انت متاكد منه صح، فقفلت الخير قفل عشان العفه قفلت، ولما التعفف قل الكرم ايه قفل بالتوازي. لكن الناس تبقى تتعفف انا متاكد ان اللي قابل مني فعلا مش ما كانش يعني مش بيستكثر يعني، واخد بالك؟ فهي كده يعني. فانت ايه اطلب التعفف بالله سبحانه وتعالى تمام. وعلى فكره لو اذا جاءتك الدنيا فاقبلها عادي، ايه المشكله يعني؟ يعني الفعل عبد الرحمن عوف ده امر يعني من مكارم يعني، لكن لو ان انسان عرض عليه حد يساعده حد يقف جنبه اقبل عادي، ايه المشكله؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال ما جاءك من الدنيا غير متشوف فخذه، يعني حاجه جات لك من غير ما انت لا تذل نفسك ولا تهين نفسك ولا عارف ان وراها اهانه ولا مذل، يعني حدش بيديك عشان يهينك ولا يذلك، ما فيش مشكله تاخدها. لكن بيقول الاكمل يعني انسان يتعفف طالما يقدر عارف انه هيقدر يشتغل والكلام دوت، لكن اذا احوجته الحاجه فلا باس انه يقبل مثل هذا تمام. فخد بقى بص الانصار ده مش بس سعد، ده الانصار كلهم على الوضع دوت. الانصار قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فاكر سعد بس هو كده؟ لا، قال يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل، اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل، كلهم بيقولوا كده. هو المهاجرين كانوا بيعملوا ايه؟ كان المهاجر بيشتغل في مزارع الانصار وياخد فلوس تمام. لا هو بيقولوا لا احنا مش عايزين كده، انت تديهم نص المزارع بتاعتنا ياخدوها بتاعتهم، مزارع خد نص النخل بتاعنا تمام. فالنبي هو اللي رفض، قال لا ما رضاش يعني، ما قال فهم نفسهم كمان رفضوا. فالانصار قالوا خلاص تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، خلاص طيب انتوا تساعدونا واحنا شركة في الثمرة، مش ما خلوش اجير شريك، الفرق من اجير وشريك يعني ان انا بفلوسي وانت بيه بمجهودك، دي فرق كبير يعني. هنا بنشتغل في الربح يعني، انت ليك نص الربح وانا نص الربح، لكن لو انت اجير انت ليك اجرتك مهما كان الايه الربح. فهم كمان ما نزلهمش قوي، ده اصلا كان عايز يملكه، وبعد كده لما نزلنا قال له خلاص خليه شريك هو بمجهوده وانا بيه وانا بفلوسي واحنا ايه على الربح بقى مع بعض، فدي فلوس كتير برضو قوي يعني تمام. ما رضوش ينزلهم عن كده، مفيش اجير ديت مش موجوده، ووافقوا يعني قالوا سمعنا واطعنا تمام. فكان عندهم حفاوه رهيبه، حتى المهاجرين نفسهم كانوا من كتر كرم الانصار. انت عارف لما واحد يعمل معاك حاجه انت مش عارف تردها، هتردها له ازاي ما تتردش فاهم ازاي يعني. وان كان طبعا يعني المهاجرين مين افضل في الجمله، المهاجرين الانصار؟ مهاجرين طبعا افضل من الانصار، لان هم سبقوا في الاسلام، والانصار اصلا ثمره من ثمرات الايه المهاجرين. فلا شك ان المهاجرين لهم يد على الانصار يد دينيه
دينيه. ما هو في الاخر الانصاري بيتعلم من المهاجري. وانت معاك واحد مسلم من 12 سنه ولا من 10 سنين ولا من 13 سنه ماشي معاك، ده انت هتستفيد منه استفادات رهيبه جدا، يمكن اكتر من اللي هو افادها لك دنيويه. بس هو ما بصوش لدي خالص، مش حد قال ده ما احنا معلم، انا بعلمك وانا لا، الدين ده انا عامله كده، انت بقى كرمتني في الدنيا انت ليك يد عليا بالنسبه لي. تمام. ممكن اصلا المهاجرين يقولوا اصلا انتوا اسلمتوا الا بالمهاجرين، ده المهاجرين هم سبب اسلامكم، تمام، وسبب تثبيتكم وسبب تعليمكم الدين. ما هو المهاجري لما دخل غرق الدنيا علم طبعا عند الانصار، الكلام ده كله محدش ذكره. لا، ما انا مش حمن عليك بان انا علمتك دين، ولا حمن عليك ان انا شيخك، تمام، ولا ادزلك ان انا اللي معلمك، ده دي بره الحسابات. كان انت بقى اديتني جنيه هفتكره لك، ويبقى انت ليك المنه عليا. فهم شايفين مهاجرين كده، فبيقولوا كان مهاجرين حتى قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام وهم بيعترفوا، يقولوا ما راينا من قوم قدمنا عليهم احسن بذلا من كثير، ولا احسن مواساه في قليل، قد كفونا المؤونه واشركونا في المهنه، لقد خشينا ان يذهبوا بالاجر كله. يعني بيقول احنا وصلنا لدرجه ان احنا خايفين ان هم ياخدوا الاجر واحنا ما ناخدش حاجه، لان هم ادونا اي حاجه بنعملها معاهم بيدونا عليها، فبقى ليهم يد عليها، هم ياخدوا الاجر واحنا كده خدنا الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا، ما اثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني طالما انت بتشكره تبقى انت كافئته، وطالما بتدعي له وده اللي تقدر عليه يبقى انت كافئته، يبقى خلاص هو عمل حاجه وانت عملت حاجه، يبقى انتوا الاجر ايه؟ الاجر ما راحش. فتخيل انصار يعني مهاجرين مش عارف اعمل معاك ايه يعني. فدي نمره 2 من اساسيات المجتمع الاسلامي، هو الايه؟ المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. ودي برضو تحط هنا في نمره 2 او جزء من طريق التزامك، هو الصحبه. يعني خلاص احنا اتكلمنا لازم في بدايه طريقك مسجد، في طلب علم، في شيخ، في مربي، في داعيه، في حياتك كل دول في المسجد موجودين هتقابلهم او في الدار او كده، تمام. ولازم في نفس الوقت صحبه عامه وصحبه خاصه. صحبه عامه بتصاحب اخوانك الصالحين عموما وعارفهم كلهم، وبينك وبين كل واحد فيهم علاقة ولو محدودة، لكن لازم في حتة بقى ايه، حتة خاصة كده، اخ او اخين شبهي بس ملتزمين بجد، صحبة صالحة مش صحبة لكاكة، مش ان احنا مجرد ايه صحابه على قديمه وما عملناش حاجة، طول ما بنقف مع بعض نتكلم بنهزر وبتاع وخلاص، ولا بنشجع بعض على الطاعة ولا بنتابع بعض ولا اي حاجة. لا، هي مش مسألة لحية، انت مش بتاخد واحد ملتحي، انت بتاخد واحد صالح، تمام، ممكن ما يكونش ملتحي، تمام، هو ممكن يبقى فيه الخير كله الحمد لله، بس دور على واحد صالح فعلا صحبته بتفوقك، وانت بتساعده وبيساعدك، بتزقه مع بعض، تمام، وبتطلبوا علم وبتشجعوا بعض، وبتحس ان انت من ساعة معرفته وانت حفظت اكتر، طلبت علم اكتر، بطلت كلام الغيبة قلت شوية، بطلت كلام في الدنيا شوية، بنساعد بعض. لكن انا صحبته هي زي صاحبي بتاع زمان قاعدين بقى نفس الكلام، نفس الافيهات، نفس الهزار، نفس قلة الادب. الله، طب هي ايه؟ صلينا ودقنا وخلاص؟ لا، ما هي عايزين صاحب فعلا يساعدني. فدية الفكرة، فلازم في الطريق واصبر نفسك مع الذين ايه؟ ما قال صفات، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك ايه عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. نفس المعادلة اللي هي اتقالت في سورة الكهف هي بتتطبق عمليا هنا. ربنا بعد سورة الكهف، بعد قصة أصحاب الكهف، قال الروشتة بقى، الروشتة بتاعت ليه؟ بتاعت ثبات أهل الكهف، ثبتوا ازاي؟ قال النصائح، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اللي هي اللي احنا قلناه طلب العلم، اللي هو يبقى فيه شيخ وداعيه ومسجد والكلام دوت. اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. نمره 2 صحبه على طول، التاخي بين المهاجرين والانصار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. انت في طريق الى الله محتاج مسجد، طلب علم، شيخ مربي، داعيه بيساعدك، صاحب صالح، مجتمع ملتزم بيحيط بيك، ده اساسيات انطلاقك. وزي ما قلنا غير الاونلاين لازم يبقى فيك اكيد حاجات كتير على الارض ولقاء مباشر، ان ده بيفرق نفسيا كتير جدا جدا جدا، تمام. يبقى دي المؤاخاه كده، ده الجزء الثاني. الجزء اللي بعد كده هو ميثاق التحالف بقى. ميثاق دي حاجه الثالثه بقى اللي عملها النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ان بدا يضع قواعد المجتمع. هو دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام بيمثل الحاكم الاعلى، خلاص صار هو حاكم المدينه بالفعل، فصار بيضع مواثيق الان ايه الدنيا هتمشي ازاي، تمام، مش سايبها كده بظروفها، في علاقات مع المسلمين، في علاقات مع المشركين، في علاقات مع اليهود اللي عايشين معانا، ازاي هنضبط المجتمع بشكل علشان ما يحصلش فيه ازمات، لان استقرار المجتمع هو من مصالح الدين ومن مصالح الدعوه. المجتمعات الغير مستقره زي ما احنا نشوف البلاد الغير مستقره الدعوه فيها مش مستقره، الدين هتدعو مين؟ الناس لما بيحصل فوضى خلاص
محدش بيسمع حد، فلازم الدنيا تستقر. تستقر ازاي؟ لازم قيادة حازمة وقواعد، قواعد عشان احاسب لازم احط القاعدة الاول. على اساس ايه هحاسب؟ تمام، فالاول احط القاعدة وبعد كده حاسبك عليها. فبدأ يحط القواعد، وهو معاه الحزم عليه الصلاة والسلام، معاه القوة بتطبيق الاحكام ديت، وبدأ فعلا المجتمع ينضبط ويستمر على الوضع دوت. هنقوله باختصار كده، التحالف اللي هو عمله النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين، قواعد تطبق على المؤمنين وقواعد ستطبق على اليهود. تمام، هو ده المجتمع تقريبا، هو في المؤمنين ولسه اللي لم يؤمن بعد، ففي ده كل دول داخلين في المعاهدة الأولانية، وبعد كده في اليهود هم اللي عايشين، اليهود اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ودول كان ليهم أماكن لوحدهم. يعني ما كانش اليهود مخلطين العرب، كان ليهم أماكنهم، ساكنين في أماكن مع نفسهم وقافلين عليهم كمان. هو بيخلطهم في التجارة زي ما شفنا دلوقتي عبد الرحمن بن عوف راح تاجر فين؟ في سوق بني قينقاع، لأن اليهود هو التجارة هناك، يعني في شغل حلو هناك، فكانوا عادي أسواق عادي، وفي النهار عادي مع بعض، بس في الآخر بيوتنا غير بيوتكم، ومجتمعنا مقفول عليه ومجتمعكم مقفول عليه. أنت عارف اليهود ما بيحبوش ليه يخلطوا حد، يعني هم قافلين على نفسهم، بيتجوزوا من نفسهم، والكلام إيه؟ كلام مشهور دوت. فده مش مشكلة، النبي أقرهم على كده، وهنشوف كمان شوية القصة دي هتمشي إزاي. لكن الفكرة في الآخر، إحنا في الآخر بلد واحدة. أنت واخد قافل على نفسك، بس في الآخر إحنا كلنا في المدينة، فلازم عشان الدنيا تمشي لازم نتفق على شوية حاجات. إيه بقى الحاجات اللي اتفق النبي عليه الصلاة والسلام عليها مع الصحابة أو مع المؤمنين أو مع سكان المدينة من غير اليهود ومع اليهود؟ هنشوفه دلوقتي. أول حاجة قال وكتب الكلام ده، خلى حد يكتبه، يعني إن هو ما كانش بيكتب عليه الصلاة والسلام، لكن جعل أحد يكتب البنود ديت. قال هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أول شيء في البند إنهم أمة واحدة من دون الناس. هنا وضع ملامح إن الضابط اللي بيجمعنا والعلاقة اللي بتجمعنا هي الإسلام. أي واحد أسلم هو منا، أي واحد مش مسلم مش منا. انتهى الانتساب للقبائل، انتهى الانتساب للمهاجر، أنصار، عربي، عجمي، قرشي، بني مخزوم، أي حاجة، كل ده تلغى. نحن أمة واحدة على الإسلام، والمسلم أخو المسلم، ومن غير المسلم مش مننا. تمام، فأرسى القاعدة الأساسية للولاء والبراء والانتماء، نحن ننتمي لمن تدين بهذا الدين، بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن دمه، بغض النظر عن تاريخه، بغض النظر عن أي شيء، ونتبرأ من أي أحد خارج دائرة الإسلام بغض النظر عن أي شيء. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تمام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إنهم أمة واحدة من دون الناس. نعم، قال المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. الربع يعني على حاليم قبل الإسلام، على حاليم قبل الإسلام، زي ما بيقول بالبلد كده على قديمه، يعني زي على الوضع اللي احنا فيه، مفيش جديد. ايه هي على ربعتهم يتعاقلون فيما بينهم؟ يعني ايه؟ كان في حاجه في الجاهليه كانت كويسه، جه الاسلام اقرها، اللي هي ايه؟ اللي هي افرض مثلا حد فينا قتل خطا، مش بيبقى فيه ديه؟ ديه القتل الخطا. تمام، فديه القتل الخطا دي على مين؟ على الشخص والعاقله بتاعته. ايه العاقله ديت؟ اللي هم رجال العائله، اخوانه وعمامه وابوه والكلام ده، الرجال اللي هم العصبه بتوعه، بيسموه العصبه بتوعه. فكان القوم يتعاقلون، وتسمى ايه؟ وتسمى الدين سمت عقل. ليه؟ لان هي كانت عباره عن ابل، فكان الـ العيله اللي فيهم واحد قتل كانوا بيجيبوا الابل يعقلوها في فناء اهل القتيل. يعقلوها يعني ايه؟ يربطوها، يعني يجيبوا الابل ويروحوا يسلموها في فناء اهل القتيل في بيتهم، يوصلوها لغايه بيتهم ويربطوها لهم ويمشوا كده، خلص الموضوع.
يبقى انت كده ايه زي ما بيقول جاي جايب كفنك زي ما بيقول، فاهم؟ خلاص انا جبت لك الديه، المفروض الموضوع يخلص. تاني يوم حبايب بقى خلاص ينتهي الموضوع فعلا، انا جبت لك خلاص، انت عايز اتفقنا على الديه، جات لك الديه لغايه عندك، واحنا بايدينا ربطناها لك في فنائك. هذا دل على ان احنا جايين طوعا وبارادتنا وطالبين الخير، واحنا بنعتذر والكلام دوت. فسميت الايه الديه عقل بسبب كده يعني. فيتعاقلون جاي عشان كده جه معنى يتعاقلون بينهم. فهو ثبت عليه الصلاه والسلام المعنى دوت، وفضل فعلا بعد الاسلام نفس الكلام، ان الديات بيبقى بيدفعها لعمل المشكله وبيساعده الايه العاقله بتوعه او العصبه بتوعه من رجال اسرته، تمام؟ فقال زي ما انتم. طب ليه دي ما خلهاش سياق كله بقى على كله؟ دي ليها معنى تاني، ان ديت فرع عن خطأ، قتل، اصابات، قتل خطأ. فاللي بيعمل الغلطة ولو انا شيلت عيلته، مين اللي هيخلي باله منه بعد كده؟ هي عيلته، وانا مش هسلمه للغريب معلش، لكن عمه لو اداله على دماغه بعد كده عادي. اخوه لو خلي بالك مثلا، واحد عمل قتل خطأ بعربية بسبب السرعة مثلا يعني في العصر الحديث، تمام، عمل قتل خطأ، فكلنا تورطنا في دية، تمام، مين بعد كده هيخلي باله منه؟ اخوه وعمه بتاعه، يقول لا مش هتاخد عربية تاني، لكن مش هخلي واحد في الشارع معاه كده، مش هينفع، مش هيقبل، صح؟ ومين اللي هيبقى قلبه عليه اصلا؟ عمه واخوه والكلام ده، تمام. فدي حل، دي الصح ان هي تفضل في الايه في الحته ديت، ان دول كل واحد هيراقب التاني، انت غلطتك تورطني، وبالتالي انا حريص ان انت ايه، ان انت ما تغلطش. خلي بالك ما تمسكش السلاح، خلي بالك ما تلعبش بالمسدس ده في الفرح، خلي بالك ما تدوس في العربيه جامد، لو عرفت ان انت عديت السرعه مش هديك المفتاح تاني، انت المره اللي فاتت ورطتنا، خلاص بقى العيله بقت ايه، بتخاف على بعض، مش مساله تسلط، احنا كلنا خايفين على بعض، خايف عليك وخايف على نفسي الصراحه يعني، ما في الاخر دي ملايين بتدفع، خد بالك مش رقم قليل يعني، تمام. فدي عشان كده بتفضل الديات في وسط العائلات يعني، ده انسب. ما تخليتش بقى ايه خلاص الديات على المسلمين، طب ما كل واحد يشيل شيلته، وبالتالي كل واحد يبقى خلي باله على نفسه. فهم خلاهم على قديمه زي ما بيقولوا، على وضعك زي ما كنت في الجاهليه. بعد الاسلام برضو العيله اللي بيشيلوا دياتهم والكلام ده، كل واحد مهاجرين، العائلات بني فلان بني فلان زي ما انتم. قال وهم يفدون عانيهم بالمعروف، يعني لو في مثلا اسير من عيله اتاثر لسبب ما، كانت العيله دي تدفع ثمنه، خلاص الاصل انتوا اللي تدفعوا، ولو احتجتم بقى بيبتدي الايه الدعم من غيرهم، تمام. والقسط بين المؤمنين، وكل قبيله من الانصار زي ما هو على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الاولى، وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين. بعد كده طب افرض انا ما مش قادر، ما احنا فقراء مش قادرين ندفع، هتسيبونا؟ لا. الثالثه بقى وان المؤمنين لا يتركون مفرحا، يعني مفرحا يا مديون، يعني بعد كل ده ماشي كلها شيل شيلته، بس لو وصلت ان انتوا اتدينتم والدنيا قفلت، تيجوا بقى للمؤمنين، هنديكم بيت المال، هنديكم من الصدقات، من الزكوات، حسب الايه، حسب الباب، تمام. وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل، ده الوسطيه، انا شايلك شيلتك بس مش هخلى بيك في الاخر، وده نوع من التربيه، خد بالك، ودي مساله تربويه حتى بين الاشخاص. انت غلطت، قال لك استعمل غلطتك، شيل شيلتك، بس انا مراقبك من بعيد، اول ما تتورط هتلاقيني جنبك، فهمت الفكره؟ ما اجيش انا على طول احل لك مشكلتك، والا فانت كده مش ايه، مش تبقى راجل زي ما بيقولوا، مش هتعرف تشيل شيلتك بعد كده، انا حاسسك ان انا ايه، ماليش دعوه بيك، شيل شيلتك، صلح مشكلتك، حل غلطتك، ادفع اللي انت عملته، وراقبك من بعيد، اول ما تتزنق وتجيلي تقول انا خلاص جبت اخري، ولا خد، طب مش ما كانش من الاول، لما ينفعش اديك من الاول، عشان كل واحد يبقى يراعي نفسه بعد كده. دي مساله تربويه، لا بخلى بيك ولا بقى ايه، ولا بطبطب عليك وخليك حبيبي، اللي انت اغلط زي ما انت عايز وانا هشيل، لا انت تغلط تحمل غلطتك، بس انا مش هخلى بيك لو حسيت ان انت راجل وعملت اللي عليك، اول ما تبين لي انك راجل وعملت اللي عليك هتلاقيني جنبك على طول. هي ديت الفكره. قال وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم. طب واحد بقى جاي يظلمنا، لا مش هقول بقى اللي يظلمنا كل عيله تدافع عن، لا ده ظلم، في ظلم جاي على حد، لا الظلم كلنا بقى ايه، كلنا عليهم، كل المؤمنين على اللي يظلم مهما كان بقى مين بقى وعيله مين، مش هقول لا انتوا العيله ايه انتوا مظلومين انتوا دافع عن نفسكم، لا هنا في ظلم، انا ما بتكلمش في ديه، ما بتكلمش حد غلط، بقول لك بيتظلم، يبقى كل المؤمنين. شوف القواعد جميله،
تمام. ما تقوليش اصل بتوع غزه احنا مالنا ومال غزه، هما دول غزاويه شيلوا شيلتهم، احنا مالنا ومالهم، هننصرهم ليه؟ احنا مصريين هم غزاويه. لا، هنا في ظلم حبيبي، انا مش بتكلم هم مش قاتلين قتيل وبيدفعوا ديته، ماشي لو هو قتيل وبيدفعوا ديته بيدفعوا ديته لوحدهم، لكن انا بقول لك وقع عليهم ظلم يا اخي، اخوك المسلم. تقول لي ماليش دعوه بيه، تقول لي مشكله الغزاويه، تقول لي مشكله فلسطين احنا مالنا بيها، قضيه فلسطينيه، لا دي قضيه مسلمين اهو. وان المؤمنين متقين على من بغى عليهم، اي حد ظلم المؤمنين كلنا عليه باللي نقدر عليه بقى ان شاء الله، بالمقاطعه حتى، تمام، بالتبرع، اي حاجه تقدر عليها تعملها. قال او ابتغى دسيعه، او ابتغى دسيعه ظلم، يعني عطيه ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين، وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم، ولو كان ولد احدهم، تمام، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي مهما كانت حتى تفيء الى ايه؟ الى امر الله. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اي حد مهما كان مين كلنا عليه في النهايه، تمام، وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم. ثم قال ولا يقتل، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. دي قاعده ارسلها النبي عليه الصلاه والسلام، ان احنا عارفين خلاص في قتل وفي قصاص، في قتل العمد بقى، نقصد قتل العمد في القصاص، قتل الخطا ما فيهوش قصاص، في الديه بس، تمام. القتل العمد فيه اختيارات، اهل القتيل بيختاروا القصاص او الديه او ليه العفو، تمام. حط قاعده ان القصاص ده اختيار لما يكون مؤمن قتل مؤمن، لكن لو مؤمن قتل كافر اختيار القصاص ده مش موجود، انما فيه ايه؟ الديه والعفو بس، في حقوق هترد بس الديه والعفو. ليه؟ ان لا يستوي مؤمن مع ايه؟ مع كافر. والقواعد دي حطيتها الشرع، ما تخليش حد يلعب في دماغك، هذا الله هو الذي يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي يفرق بين الناس بعدله سبحانه وتعالى. الان الى الان عشان ما حدش يقول لك فين العدل ومش عارف ايه، العدل ده قيمه مطلقه، مين اللي بيحط تفاصيلها؟ الله. احنا عايزين ايه هو بقى العدل؟ ان نخلي الذكر زي الانثى في الميراث، ممكن حد يقول لك كده ما ده العدل، انت شايف هي كقيمه كلها متفقين ان العدل حلو، بس تفاصيل العدل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما كلنا عارفين العدل حلو، بس قبل ما ربنا يقول ان الذكر مثل حظ الانثيين كنا نعرف ان هي ده العدل ولا مش ده العدل؟ ما نعرفش، هو ربنا اللي بيحدد لنا ايه هو بقى التفاصيل. الى الان المجتمعات اللي بتتشدق بالعدل هم الى الان لا يسوون بين البشر ابدا ابدا ابدا. لو ان مثلا الان بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام يعني مفترض ان هو دلوقتي مسك دوله، ده بقى الاستعمار اللي بجد، يعني اللي هو فعلا عمرها بالخير والايمان وفيها مواطنين كافرين، صح؟ تعالى نتخيل دلوقتي ان العكس حصل، كافرين دخلوا بلاد المسلمين، مسلم قتل كافر، لا كافر قتل مسلم، واحد منهم قتل مؤمن، هيقبلوا القصاص؟ طبعا لا، طبعا طبعا لا، ولا العقوبه اصلا، مش هو اللي القصاص ده مش هيتعاقب اصلا. يعني لو واحد من دلوقتي الجيش الامريكي في العراق استولوا على العراق وحكموها، تمام، وبعد كده واحد امريكي قتل عراقي، هيتعاقب اصلا؟ مفيش عقوبه اصلا، حضرتك مفيش عقوبه اصلا. اسرائيلي اهو يهودي اهو، اليهود مسيطرين على فلسطين، تمام، يهودي قتل فلسطين هيتعاقب اصلا؟ ده جايزه، صح؟ اذا مفيش الكلام ده مش موجود. طيب القواعد الناس بتحطها بأهوائها، اما هذه القاعده وضعها رب العالمين، ان دلوقتي الان الوسطيه، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار، لا يستوون. يبقى اذا اكراما للمؤمن، ان ما ينفعش مؤمن يقتل بسبب ايه؟ بسبب كافر. فلو مؤمن قتل كافر مش هنضيع حقه، بس هيبدا حقه بالايه؟ بالديات، فيش القصاص، في الديه وفي الايه؟ وفي العفو، تمام؟ فده حاجه خياليه، دي ما بتحصلش، ما حصلتش في تاريخ الامم كلها ان تكون امه تمكنت من امه وكمان يتقال لهم لو حد مننا قتل حد منكم ليكوا الديه كامله، تمام؟ فيعني لكن هنا اتحدد بقى ان الفيصل الايمان، مش النسب، مش العرق، مش الدم، مش اي حاجه، الايمان هو ده الفيصل، وده ظاهر في كل الدين ان المؤمن مميز عن الكافر في كل شيء. وده على فكرة من الدعوة للكافرين ان هم يخشوا في الإيمان، ان هم يروا ان المؤمن مميز عنهم فيسألوا عن ذلك. زي دلوقتي هو ايه اللي بيخلي الشباب بيدور على جنسية معينة؟ مزاياها، صح؟
يقعد يدور ازاي اعمل هجره، ازاي اخد جنسيه، ازاي اسافر، مش عارف ايه. ايه اللي بيلاقيه؟ يقول لك الباسبور ده ليه مزايا، يخش اي بلد. الباسبور ده دولته بتحميه، انت لو معاك الجنسيه دي كل ابواب تتفتح لك، فده بالنسبه لك دافع، صح؟ فلما الشرع يحط قاعده المؤمن ليه مزايا، مزايا كذا ومزايا كذا، ومزايا في الزكاه، مزايا في الصدقات، مزايا مزايا مزايا، الكافر هيتشوف. ما دام مصلحته ولا مش مصلحته؟ انا مش بجيب له جنسيه، ده انا بدخله الجنه، بس عن طريق الايه؟ تشوف. يقول لك ما حلو الايمان ده، ما يخش وخلاص. فممكن يخش عشان المزايا بس في الاول، وبعد كده يحب الايمان ويبقى مسلم، يبقى كويس وصالح. مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. فيعني هي حصل الحكم نفسه ليه ثمره جميله، تمام. المهم يعني قال ولا ينصر لا ينصر كافر على مؤمن، اكيد. والعكس لو توفر بقى المؤمن هو اللي ظلم الكافر، لا، كلنا على ليه؟ على المؤمن، وناتي بحق ليه؟ الكافر. ده مش موجود في اي مكان في العالم، تمام. قال وان ذمه فالكافر زي ما قلنا ديته على النصف من ديه الايه؟ المسلم. لا ذمه لا ينصر كافر على مؤمن، وان ذمه الله واحده يجير عليهم ادناهم. ذمه الله واحده يجير عليهم ادناهم، يجير يعني يحمي. يعني المؤمنين لو واحد من اهل الايمان اجار كافر، كافر محارب طبعا، والكفار يا جماعه انواع، في كفار بيننا وبينهم عهد اصلا، زي مثلا بعد صلح الحديبيه صار بين النبي عليه الصلاه والسلام وقريش كلها عهد، خلاص ما فيش حد من المؤمنين يؤذي حد من ايه؟ من قريش ولا من حالفهم في صلح الحديبيه، ده عهد مطلق، او عهد قصدي عهد للجميع. لكن افرض ناس ما فيش بيننا وبينهم عهد، اذا وارد يحصل قتال في اي وقت. طب افرض بقى مؤمن اجار واحد من الكافرين دول، يعني واحد من القوم الفلانيين اللي احنا بيننا وبينهم حرب اصلا، فجاي عايز يدخل المدينه لسبب ما، فجي مؤمن قال ده في جواري في ميت محدش يعتدي عليه، فهنا دي المعاهده بتقول ان اي مؤمن من حقه يجير اي كافر، وإذا أجاره يلزمنا كلنا الكلام دوت. شوف التقدير، يلزمنا كلنا الجوار دوت، ومحدش يعتدي على كافر طالما مسلم قال حتى لو كان أدناهم، مش لازم يكون من علية القوم، مش لازم يكون منصب في الدولة. لو أي حد مسلم ماشي في الشارع كده عادي مالوش أي منصب وقال الراجل ده في جواري، خلاص كلنا نحترم إيه؟ جواره، كلنا نقدر الكلام دوت وخلاص. بس حدود المسلم إيه؟ يجير أفراد، مش يجير بلاد ولا يجير أقوام. يعني فيش واحد مسلم يقول لا انا خلاص عملت عهد مع القوم الفلانيين، لا، دي مسؤوليه الدوله بقى. لا، المؤمن ما تدخلش في ديت، انت ليك تجير واحد اثنين، ناس جايين يزوروك، ناس عايزين مصلحه، فقول دول في جواري هيخشوا ويطلعوا على في حمايتي، ماشي، واحد اثنين ثلاثه ماشي. لكن فيش حد يقول انا اجرت بني مخزوم، لا، مالكش تعمل كده. انا عملت معاهده مع الدوله الفلانيه، ما ينفعش مع نفسك، ده شغل ايه؟ شغل قياده عليا، خلاص فديت دي حدوده، لكن مالكش تعمل معاهدات مع اقوام، تمام. قال ومن تبعنا من يهود فان له النصره والاسوه، غير مظلومين ولا متناصرين عليه. يعني اليهود اذا يعني اتبعونا، يعني اتبعونا مش يعني ايه؟ التزموا بالمعاهدات والكلام دوت واستقاموا معانا، ليهم علينا ان احنا ايه؟ ننصرهم، واي حد يظلمهم برضه نجيب لهم ايه؟ نجيب لهم حقهم. يا سلام، حاجه جميله، تمام. قال وان سلم المؤمنين واحده، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم. سلم المؤمنين واحده بياكد تاني على ان مسلم اذا سالم شخص فهذا السلم يلزمنا جميعا، فكلهم سواء في اعطاء الامان لاحد المشركين. قال وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله، يعني يمنع بعضهم على بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. طب المدينة لسه فيها مشركين غير اليهود بقى، في ناس لسه ما أسلموش، ينفع واحد من اللي ما أسلموش يجير؟ يبقى نفس الفكرة يجير؟ لا، الكلام ده المؤمن بس. فاش واحد مشرك في مدينه يجير كافر يقول ده في جواري، انت مالكش الكلام ده، الكلام ده للايه؟ للمؤمنين بس، تمام. وانه من اعتبط مؤمنا، اعتبط يعني قتله بلا جنايه، مفيش قصاص ولا حاجه، قتل وظلم، ما
من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض به، يعني يقاد به، يعني في قصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول، يرضى بالإيه؟ بالدية أو بالإيه؟ أو بالعفو. وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه، حدش ينصره ولا يدافع عنه، ده يتسلم وكلام ده. وأنه لا يحل للمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه، يعني واحد عامل جريمة ينفع واحد يتستر عليه، ينفع واحد يخبيه عنده عشان العدالة ما توصلوش، هذا لا يحل له. بل ان انت ايه طلبت فين فلان تقول موجود، مكانه فين لازم تقول، فاش تخبيه طالما العداله بتطلبه. ولا ينصر محدثا ولا يؤويه، وان من نصره او اواه فان عليه لعنه الله وغضب يوم القيامه، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. قال وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم. وده وضع بقى تاسيس مين اللي هي القياده العليا والمرجعيه العليا للدوله، أي اختلاف هنختلف فيه في الآخر مرده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديت المعاهدة اللي كانت بين أهل الإيمان. بقي وفيها بعض الحاجات متعلقة بالمشركين زي ما شفنا. بقي المعاهدة اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، تمام؟ مهم قوي. قال أولا طبعا اليهود زي ما احنا فاهمين هنشوف دلوقتي إن هم كان لهم مجتمع خاص، هم جوه المدينة بس مجتمعات خاصة منغلقة على نفسها، نشوفها دلوقتي. قال في المعاهدة البند الأول أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، يعني كل واحد ليه دينه وكل واحد مسؤول عن نفسه، تمام؟ وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. بالك إيه المعنى الكلام دوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيضع نظام، هو نظام الآن بيطبق في أرقى الدول، يعني بيسموه حكم شبه ذاتي، عمل حاجة اسمها حكم شبه ذاتي. هو كده كده مجتمع منغلق على نفسه، أو بيسموه دلوقتي نظام الكونفدرالي، إنه يبقى مجموعة دول هم في الظاهر متحدين، بس عند التفصيل كل دولة ليها نظامها، ليها قانونها الداخلي، اللي هي زي الولايات المتحدة مثلا في أمريكا، كل دولة كل ولاية ليها حاكم مستقل، ليها دنيتها، ليها مصاريفها، ليها مصدر دخلها، زي الإمارات، كل إمارة، دبي غير أبو ظبي، خد بالك، غير كل واحدة ليها أمير لوحده وليها مصدر دخل لوحده وليها ميزانيتها لوحدها، بس في الآخر اسمنا في الآخر هي الإمارات. في الحاجات المشتركة احنا مع بعض، في التفاصيل اللي هي الشخصية كل واحد لوحده، وعمل كده مع اليهود بالظبط، في التفاصيل الشخصيه كل واحد لوحده، ده نظام حكم ذاتي، ان انتوا ليكم جوه نفقتكم على نفسكم، نظامكم المالي تحددوه مع نفسكم، تمام، احوالكم الشخصيه تحكموا فيها مع نفسكم، تمام، واحنا لينا نظامنا المالي واحكامنا الشخصيه وحكمنا والكلام دوت، تمام. هو ده معنى ان على اليهود نفقتهم وان على المسلمين نفقتهم، فده نوع من التوسع، نوع من التوسع في الايه، في اعطاء درجه من الحكم الذاتي للايه، لليهود، بل هم كان لهم اموالهم وليهم حصونهم وليهم ارضهم، عشان كده بعد بني قريظه ربنا الايه اورثكم ارضهم وديارهم واموالهم، يعني اذا كان لهم مستقلين بارض كامله مستقله لهم وديار مستقله لهم واموال مستقله لهم، بل كان يؤذن كمان ان يكون لهم اسلحه مستقله لهم، ان عادي هو من حقه يبقى معاه سلاح طالما ما استعملوش ما اذاش بيه المسلمين، فكان ليهم حصونهم وليهم اسلحتهم المعروفه، معروف ان هم بيتسلحوا في الداخل تماما، مفيش مشكله برضو، وده كان جزء من النظام الذاتي، ان انت من حقك ان انت تتسلح طالما السلاح ده انت بتستعمله للدفاع عن نفسك او لتطبيق بنود المعاهده معانا، ما عنديش مشكله، لكن هتتجرأ بيه على مسلم؟ وفعلا ده اللي حصل، لما اول ما فكروا يعملوا كده المسلمين ايه خدوا كل اموالهم وديارهم والكلام دوت، لان هم غدروا بالعهد. فكان عامل لهم حاجه زي ما قلنا زي نظام الكونفدرالي الحديث دوت، او نظام الولايات او الامارات والكلام دوت، ان هم ليهم ايه كيان مستقل، لكن في المنظر العام احنا المدينه، بالنسبه لبره مفيش الكلام ده، بره ما يعرفش الكلام ده، بره احنا المدينه كلنا مع بعض، كلنا يد واحده، عشان كده بقى نمره 3. قال وان بينهم النصره على من حارب اهل هذه الصحيفه، يعني اي حد ضدنا بقى كلنا عليه، يهود بقى مسلمين، انت فين انت منين، احنا في المدينه هنا، فلازم كلنا في الحياة المشتركة
زي مثلا الحروب، زي السلم، زي الحاجات اللي هي العامة، تمام، الأحكام العامة لازم كلنا نبقى واحد فيها. قال وأن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. ما ينفعش حتى لو أنت في دينك في حاجة بالنسبة لنا إثم، ما ينفعش أن أنت تعملها. ما ينفعش يبيع خمر مثلا للمسلمين، ما ينفعش يظهر شعائر الكفر، ما ينفعش في حاجات معددة هيمتنعوا منها لأن ديت بالنسبة لنا إثم. تمام، هتعملها أنت مع نفسك ما بينكم ماشي، لكن تظهرها أو تنشرها بين المسلمين مالكش ان انت تعمل كده، ان دوت بقى ايه؟ بقى اثم. فينفعش ان هو مثلا يبيع خمر، ينفعش ان هو يدعو الى دينه، ما ينفعش ان هو ينشر التبرج، ما ينفعش ان هو ينشر افكاره، ان دوت هيعتبر ايه؟ اثم. وانه لم ياثم امرؤ بحليفه، لا تزر وازره وزر اخرى، انتوا غلطتوا شيل غلطتك. تمام. وان ده لو في حاجات الشخصيه يعني مثلا هم زي ما قلنا كده عيله في اليهود قتلت خطا، ما خلاص شيلوا شيلتكم، زي ما احنا زي الكلام على ايه، على على العرب وكده. قال وان النصر للمظلوم، بغض النظر بقى ايه عن اي حاجه، اي مظلوم هنجيب له حقه، يهودي مسلم هيتجاب له حقه. قال وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. هنا دي مصلحه عامه، ده موضوع تاني بقى، ما بتكلمش في النفقه الشخصيه. انا دلوقتي الدوله بتتحارب، في المشركين جايين يدخلوا المدينه، يبقى انت لازم تشاركني في الايه، في كل نفقات الحرب. ودي المشكله اللي هتسبب غزوه بني قينقاع، افتكرها دي كويس، لان من اسباب غزوه بني قينقاع ان كان في قتال بين مسلم ومشركين، والمسلم قتل المشركين ما كانش يعرف ان بين النبي عليه الصلاه والسلام وبينهم معاهده، فقتل منهم، فبقى في ديات. بس هنا الديات مش ناتجة عن قتل خطأ، ناتجة عن معركة. وهو قال ان احنا شركاء في اي نفقات متعلقة بالمعارك، ان ده كان من باب الدفاع. بس هو ما كانش يعرف الصحابي ان دول معاهدين، فبعد ما قتلهم كان بيظن انه بيدافع عن المدينة، اكتشف ان هم ايه، معاهدين. تمام، فبقى عليه دية لازم هتدفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش معاه يكمل ثمن الدية، فراح لليهود عشان ياخد منهم إعانة على الدية ديت، فدخل ديار بني قينقاع عشان يطلب منهم ان هم يدفعوا جزء من الايه، من الدية ديت، لان دي نتيجة عن حرب زي ما اتفقنا. فاتفقوا ان هم حاولوا يقتلوه عشان هو كان جوه في ديارهم، فايه عملوا كده محاولة لقتله، فترتب عليها غزوة ايه، بني قينقاع، واطرد اليهود بتوع بني قينقاع بالكامل. فدي الفكرة، ان المفترض اليهود يساعدوا المؤمنين في نفقات الحروب، لان في الاخر المصلحة عامة، وانا بدافع عن نفسي بس، ما انت جزء من المدينة، ولا هيجي علينا كلنا. تمام، وطبعا في بقى الاصعب من كده، الاسوأ من كده، بني قريظة. خلينا نكمل. قال وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة، يعني مفيش حد ينفع يسمح بانتهاك حرمة المدينة. ان هي مشكلة اليهود ان هم كانوا على اطراف المدينة، يعني اليهود كان اليوم ديار في اطراف المدينة، يعني هم مداخل للمدينة مش قاعدين جواها، وقاعدين اطراف، يعني ممكن عدو يخش من عندهم عادي، لو فتحوا له هيخشوا جوه المدينه على طول. فكان لازم ياكد عليهم ان انتوا تحموا الجبهه بتاعتكم، اي تقصير في الباب ده يعتبر خيانه عظمى وهتتعاقبوا. وده اللي حصل بني قريظه، بل حصل اسوا من كده من بني قريظه، مش يعني مش دخلوا المشركين من ناحيتهم، دول قالوا لهم نعمل كماشه على الصحابه، على النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، انتوا تيجوا من الشمال واحنا نيجي من الجنوب، ان هم كانوا جنوب شرق والمشركين جايين من الشمال. فبني قريظه قالوا يلا بينا، كانوا يغدروا ويبقى الدنيا، يعني عملوا اقصى حاجه تتخيلها. مش بقول لك مثلا ما نصروناش باعونا ولا دخلوا المشركين من ناحيتهم، لا، ده اتفقوا معاهم ان هم ايه، يهجموا في نفس الوقت اللي هيهجم فيه المشركين، عشان كده استحقوا القتل. سعد بن معاذ ما سماش، حكم عليهم بالقتل فورا، ده كان حكم الله من فوق سبع سماوات، ان هم عدوا، يعني بقول لك عملوا اقصى حاجه. احنا عندنا درجات من الخيانه، الدرجه الاولى ان انت تخذلني، الدرجه الثانيه ان انت تدخل المشركين من ناحيتك، هم بقى الدرجه الثالثه ان هم اتفقوا على الهجوم في نفس الوقت على المسلمين. طبعا هنشوف نعيم بن مسعود هو اللي بوظ الخطه ديت لما نشوف بقى غزوه الاحزاب، بس ده هتعرف هنا، فهمت انت ليه بسبب الصحيفه ديت عرفت ليه غزوه بني قينقاع اتعملت، وهتعرف ليه بني قريظه استحقوا القتل، ان هم غدروا اكبر غدر ممكن في الصحيفه. تمام. قال وان من كان بين اهل الصحيفه من حدث او اشتجار يخاف فساده
فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا إن هو ساب لهم حكم ذاتي، صح؟ حكم ذاتي في إيه؟ في أمورك الشخصية. لكن لو حاجة فيها فساد، يعني القتل مثلا، لا، القتل ده فساد، فالحكم فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ الاعتداء على الأموال، والاعتداء على الأموال، واحد اعتدى على الأموال، هتيجي أنت تقول لا ده حكم عندنا في حكم اليهود كذا، لا يا حبيبي ده فيه فساد هنا، ده فساد عام مأثر على الناس كلها. مش بكلمك في جواز وطلاق، مش بكلمك في 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 في, في ديونكم الشخصية، اعمل اللي أنتوا عايزينه، أنتوا بتتعاملوا بالربا بقى، أنتوا بتتعاملوا بتتعاملوا بكذا، أنتوا مع نفسكم، تمام؟ أنتوا بقى عندكم مشاكل في الطلاق في الجواز، دي حاجة ما تخصش المسلمين. لكن انت دلوقتي في اعتداء على ممتلكات عامه، في قتال حصل بين طائفتين، حصل قتل ما بين الاثنين، هتيجي تقول لي اصل احنا في اليهود عندنا كذا، واحنا لا، خلاص ده هنا فساد عام، وهي حاجه تعلقت بمصلحه، حاجه مشتركه. طالما حصل حاجه مشتركه او فساد عام، وعلى طول ينتهي الحكم الذاتي، ويبقى الحكم هو الايه الاعلى. كان في دستورين، دستور اعلى ودستور ادنى. الدستور الادنى دوت بكل واحد مستقل بذاته، لما يتعارض مع الدستور الاعلى على طول يقدم الايه الدستور الاعلى. طالما حصل حاجه مشتركه بين المؤمنين اليهود، فالحكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيفسر لك قوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم او ايه او اعرض عنهم. فان جاءوك يعني هم جايين في مساله شخصيه هنا للحاكم. طب هي دي المساله. طب افرض هم نفسهم طلبوا ان احنا نحكم بينهم، يعني هم اليهود نفسهم في مساله شخصيه، وقال المسلمين احنا عايزين نتحكم بالشريعه الاسلاميه، زي ما عمل القصه المشهوره ان هم اليهودين اللي زنا، يعني هم عندهم اصلا في دينهم الرجم، فقالوا لا 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 احنا نروح ايه نتحكم للشريعه الاسلاميه يمكن نلاقي حكم مخفف. فراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له احنا اتنين يهود زنوا مع بعض، فدي مساله كانت جوه مع نفسكم، فالمفترض يرجعوا لايه للحكم الذاتي بتاعهم. فقال لهم عشان كده ردهم، ربنا قال له فاحكم بينهم او ايه او اعرض عنهم. هنا من حقك، لان دي مساله كانت ما بينهم داخله في الحكم الذاتي. لكن لو كان مثلا مسلم ويهودي مفيش، لا مفيش الكلام ده، يعني لازم يحكم، لان في مسلم في الطرف، احد الاطراف مسلم. فهي المساله كده، لو كان احد الاطراف مسلم او المساله اللي عملها اليهودي متعلقه بحق عام او فساد عام، لازم هيحكم فيها الحاكم المسلم بالاسلام على طول. اما لو كانت مساله شخصيه بينهم ومساله متعلقه بحقوقهم الشخصيه في الطلاق والزواج والكلام دوت، وفي الاصل ان هو بيسيبهم يتحكموا لنفسهم، طب افرض هم طلبوا تحكم للشريعه، هنا الامام مخير اما ان يحكم بينهم بالشريعه الاسلاميه او يردهم الى الايه الى شريعته، اللي هم روحوا تحكموا الى شريعتكم، او يحكم بينهم فاحكم بينهم او ايه او اعرض عنهم. فالنبي عمل كده عليه الصلاه والسلام. الاول ايه ردهم للتوراه، قال لهم ما تجدون في التوراه؟ قالوا نجد الجلد والتحميم، كذبوا، قالوا بيتجلد بس. عبد الله بن سلام كذبهم، قالوا لا عندهم الرجم، قصه طويله يعني. وفي الاخر لما لقى ان الرجم زي الرجم، فراح حكم عليهم بالايه بالرجم عليه الصلاه والسلام. لكن هنا بتقول ايه، لو حصل بقى اشتجار، حصل شجار بين المؤمنين واليهود، حصل مفسده كبيره، حصل قتل، حصل اعتداء على اموال عامه، هنقول بقى اصل اليهود احنا عندنا وانت عندكم، مفيش الكلام ده، خلاص الحكم للايه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. وانه لا تجار قريش ولا من نصرها، ودي بقى دي مصيبتهم في الاحزاب، لا تجار قريش ولا من نصارى، دول مش اجاروا قريش، دول نصروا قريش، دول تواطؤوا معاهم على قتل المسلمين. لا تجار قريش ولا من نصارى، قالوا ان بينهم النصر على من دهم يثرب، دي مصلحه عامه، وعلى كل اناس حصتهم من جانبهم. انا مش بقول لك تعالى دافع معايا يا عم، احمي منطقتك بس، انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك الجانب بتاعك تامنه لي على الاخر، المكان اللي انت فيه بس، وان على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي من قبلهم. هما بقى ما عملوش دي في بنو قريظة. قال وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، يعني كل ظالم يؤخذ الحق منه مهما كان، ومهما كان نسبه، ومهما كان حاله. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل قواعد دي في الوقت ده، ما كانش فيه جزية، لاحظين فيش جزية في المعاهدة، صح؟ الجزية أصلا كانش فرضت لسه، يعني الجزية كانت دي نزل في سورة التوبة، سورة التوبة يعني في العام التاسع من الإيه من الهجرة، ما كانش فيه لسه الجزية لم تفرض، بل حتى بعد ما نزلت سورة التوبة ما فرضش الايه الجزية على اليهود، لان هم كانوا على الاصل ان هم ما كانش بيدفعوا ايه جزية في الوقت دوت. فده راجع لمصلحة المسلمين ولا ايه، ويرجع يعني لمصلحة المسلمين، الاصل اهل الكتاب يدفعوا الجزية
لكن في بعض المعاهدات النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ جزية من بعض المشركين، فيرجع لذلك للمصلحة العامة ولما تقتضي مصلحة المسلمين قوة وضعفا وعجزا وقدرة والكلام دوت. المهم يعني دي خلاصة الكلام، وكأني خلاصة الرسالة اللي بتقولها لك كل دوت. النبي أرسى قواعد، وانت برضو محتاج ترسي قواعد التزامك من خلال ثلاث كلمات: مسجد، تآخي، عهود. مسجد زي ما قلنا مسجد بيشمل طلب علم، دعوة، شيخ، مربي، داعية. تآخي صحبة صالحة تعين على الطاعة والكلام دوت. عهود تقول ايه العهود دي؟ عهود يعني نظام تحطه لحياتك بعد كده. ايه علاقتك باصحابك؟ ايه علاقتك في البيت؟ ايه علاقتك الشخصية؟ هتعمل ايه كل واحد هتحط له ايه؟ حدود ومعاهدات، بس مش معاهدات معاه، انت مع نفسك هتحدد علاقاتك وهتحدد نظامك بعد كده مع كل الاطراف اللي انت بتتعامل معاها في حياتك، علشان ما تسيبش امورك كده، علشان التزامك يستقيم. فلازم تبقى واضح مع نفسك هعمل ايه من ساعة التزامي، لان اكيد بعد الالتزام مش هيبقى زي قبل الالتزام. نكمل المرة القادمة باذن الله تعالى، عشان ما اطولش اكتر من كده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.